وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، الرئيس السيسي وجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، برأي حضرتك إلى أي مدى يساهم ذلك في تعزيز الصناعة الوطنية؟ مساء الخير لحضراتكم. هو كان في اجتماع النهاردة طبعا في غاية الأهمية ما بين دولة رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال مع فخامة الرئيس. كان الاجتماع ده ليه عدد من يعني القضايا والملفات اللي بتعرض على فخامة الرئيس، اللي هو طبعا أولا الجهود اللي بتقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير العديد من الشركات، لأنها طبعا بتحمل يعني زي ما بنقول ثقل كبير جدا داخل الاقتصاد القومي. وطبعا الوضع الثاني والملف اللي هو كان في غاية الأهمية تطوير اللوائح والنظم الإدارية والهيكلية اللي بتقوم على عملية يعني التشغيل داخل هذه المصانع والشركات. طبعا ده لحسن استغلال الاصول، لان احنا نعلم جيدا ان الشركات دي بقالها يعني زي ما بيسمى كده عشرات السنين كان بيحصل فيها جزء من التطوير وجزء الاخر لن ينول التطوير، وللاسف طبعا كانت اهملت اهمال كبير جدا على الفترات الماضيه. وخلال ذلك كمان وجه فخامه الرئيس ان يكون يعني توطين الصناعه عامل من العوامل الاساسيه والركيزه الاساسيه في عمليه الاستغلال الامثل للتطوير للشركات. هذا الأمر كله يعني بيزداد في تطوير كمان صناعة السيارات، وفخامة الرئيس النهاردة وجه أن يكون في زي حوافز لمن يقتني السيارات الكهربائية أو السيارات بالغاز، وأيضا استخدام سيارات الركوب دي تكون حافز لبعض من المستخدمين. وطبعا التطوير ده كمان بيشمل العديد من الشركات اللي احنا بنشوفها النهاردة بيبقى ليها مسمى بصمة في القطاع الاقتصادي، زي مثلا غزل المحله للغزل والنسيج، وطبعا فيها تطوير كبير جدا واللي قامت عليها العديد من الشركات للمنافسه والاستثمار فيها. نعم الدكتور مصطفى، يمكن السيد الرئيس يعني زي ما حضرتك ذكرت تحدث عن يعني تحفيز المواطنين على امتلاك السيارات الكهربائيه وايضا محطات شحن سيارات الركوب الكهربائيه وتخصيص حافز اخضر لمالكي تلك السيارات، كيف يساهم ذلك في تشجيع المواطن على اقتناء السيارات الكهربائيه؟ خلينا نقول يا فندم ان في العديد من المبادرات فخامه الرئيس بيوليها اهتمام كبير جدا، الا وهي اولا احلال عمليات السيارات كلها المتهالكه، ونعلم جيدا ان في مبادره فخامه الرئيس نجاح كبير جدا صدقني، ان في العديد من الشارع طبعا نظرا للاراء اللي متباينه في المجتمع المصري بتستحسن ان في عمليه احلال كبيره جدا للسيارات لغايه موديل 2000 و2002 بتاخدها الدوله وبتديهم عربيات جديده مستحدثه موديلات السنه دي، فطبعا ده بتدي ارتقاء لمستويات البيئه داخل المجتمع المصري. الامر الثاني كمان ان النهارده ده بيؤدي لمزيد من التطور مع الاقتصاد الاخضر، لان كلما تحسنت البيئه الخاصه بينا كلما كان لينا من الافضليه لتحرك الشارع في حوالين القضاء على عشوائيات السيارات المتهالكه، وده برعايه من فخامه الرئيس. وبنقوم بنشوف ان في كثير من هذه المبادرات ليها نجاح وبصمه، وده وجه فخامه الرئيس النهارده زياده عدد محطات الشحن الكهربائي علشان تقدر توصل لجميع المحافظات. وطبعا نعلم جدا ان الامر ده هيمس جميع المواطنين بتوفير ومزيد من الدعم من الدوله ليهم. شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.